اعطيني تقييمك حول هذه الدوره اللي انت ضمن فريق التنظيم. والله كما قلتها ديجا ونزيد نعاودها، نحب نشكر اول شيء الصحافه هذه الخطره، لانه عملتوا كامل كما راكم مجهود رائع وكوفريتوا ليفينمون بطريقه يعني محترفه جدا، كنتوا معنا اش 24، وهذا هو الشيء اللي لا ميون فالور المهرجان، لاننا لما نشوفوا التعب اللي تعبناه من خلال الصحافه راح نفهموا. حاجه اخرى ساسي بيان باسي، الافلام كانت رائعه جدا، كان مستوى عالي، وهذا راي لجنه التحكيم وراي الناس اللي جاوا تفرجوا كذلك الافلام. الورشات نجحت، لي كونفيرونس، لي زاتوليي اللي نداروا تاع التمثيل تاع سا تري بيان مارشي، ويا بوكو دو بارتيسيبون، الضيوف كانوا فرحانين الحمد لله، وهذا نجاح بالنسبه لنا. اكيد راح يعني معناها الناس اللي راحين يكملوا، لكن حنا كملنا في طبعات الجايه راحين يصلحوا من الاخطاء اللي صراو، ولكن اون جينيرال عامه انا نعتبره مهرجان ناجح. لو كان تكوني من ضمن الفريق اللي راح يواصل في الدورات المقبله ان شاء الله، وشنو هما ربما الاقتراحات ولا الامور اللي ممكن تضيفوهم وتشوفهم انه راح تكون من بين ايجابيات المهرجان؟ والله انا عندي فكره على بعض الحاجات اللي عشناهم وحسينا انهم فيهم نقص، ولكن لازم نستنى نعاود نتلموا مع كامل ليكيب، نديروا اجتماع وكل واحد يمد لي غومارك تاعو باش نقدروا نخرجوا بلو ريزومي اللي لازم نخدموه المره الجايه ان شاء الله. يعطيكم الصحه، شكرا.